مرحبا بك معنا. قل لنا وش رايك في التنمر اللي تعرضت ليه الملاكمه الجزائريه ايمان خليف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال ايمان خليف تقدر دارت لو طوندونس في العالم. انا نقول كجزائريه ستيم بوكسر يعني فريمون اللي دارت يعني ضجه واعلاميه حتى من الناس اللي كانوا يبانوا لنا زعما حاجه كبيره. ايلون ماسك نزيدوا ثاني شكون ترامب. الجزائريه الحره احنا عندنا واحد لو بلوبر جزائري يقول مرا ونص. نوريو لكم المرا ونص، هذه هي المرا ونص، هذا جزائريه في الدم تاعها. لكن احنا كجزائريين لازم الاعلام هذا ما نخلوش يغلبنا. عجل راهي حرب شرسه عليها، هذه جزائريه زواليه. انا عجبتني كي باسكو علاش ما كاش اللي راه يهضر عليها. نقولوا كاين بعض يعني من بينهم دي يعني بريمو شخصيات كبارهم يهضروا عليها. ونزيد نقول لك حاجه، الاعلام هذا كي طلع هذاك هو اللي ما حبوش، باسكو الاعلام تاع الجزائري اللي طلعوا لازم حنا كجزائريين نطلعوا له النيفو ديالو، يعني اتهموها حتى يعني في الشخصيه ديالها. لهذا اقول انا من هذا المنبر حنا نوريو لكم هذه نساء، هذه مرا برك. حنا الجزائر خط احمر، ونقولوا من هذا المنبر اليوم على 10 عندها مع التايلانديه اللي راح تضربها باركا ولمالا. ما نخافوش حنايا، حنا الجزائريين ما نخافوش. لهذا نقولوا لها زيدي شرفي الجزائر، وحنا ماذا بينا يزيدوا الالقاب يطلعوا. حنا رانا حابين الرياضه، ان هذا الاولمبياد اللي راه في فرنسا ويا ستو كي راه في فرنسا. على بالك الفرنسيين ما يحبوناش يعني مالغري راهم يعني يحتضنوا هما، لكن ما يحبوناش كي نطلعوا. حنا نقولوا ان الالقاب هما اللي يجيبوا يعني كيما يقولوا. لهذا اقول لايمان خليف قدرتي باش ديري البسمه للجزائريين كاع. انت من هذا المنبر انا يعني نقولها لك بكل صراحه، انا هديه اللي نحبها في الرياضي انه يطلع على الاعلام ويزيد يدير حاجه كما يقولوا يفوسي للقدام. ونقولوا تحيه الجزائر من هذا المنبر. ايمان خليف نقول لك تحيه الجزائر من هذا المنبر، ونقول زكاره في العديان، ونقول لكم كلمه ما ديروا والو، ها ديروا والو، تبقاو غير تشوفوا، واذا قدرتوا باش ديروا اطلعوا للاولمبياد وورونا.